السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير دايما، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. كما وعدتكم النهاردة هنعمل الورق، الأوراق بتاعة الورد، يعني كم نوع كده من أوراق الورد وإزاي بنعمله بالمسدس. وطبعا المسدسات هي بركبها اهيت، ودي الوصلة اللي أنا كنت بقول لكم أوريها لكم. ده الخرطوم الأساسي اللي جاي من الكمبروسر، وواحد للمسدس والتاني المسدس، عاملهم من لونين عشان ما يتلخبطوش في بعض يعني. وخرطومين المسدسات اللي في ايدينا دولت، بنحط واحد فيه الضوء واحد فيه الظل، واحد فيه اللون الغامق واحد فيه اللون الفاتح. شوف هنعمل الاوراق ازاي. اول حاجة اهم شيء الضربة الاولانية دي بتحدد لك اتجاه الورقة، وبعد كده بتعمل عليها الورقة. ورقة يمين، شوف لو ورقة شمال هنضرب الضربة بتاعتنا او الخط الاولاني اللي احنا بنديه الاولاني ده اليم الشمال، اليم اليمين. بعد ما نخلص اليمين هند واحدة اليم الشمال، شوف اهو اتجاه الورقة لازم احدده الاول، الشاسيه الاولاني بتاع الورقة، وباخد عليها الورقة وبظل الاماكن العميقة اللي هي تحت من الدارية بنبدأ بيها اهوت، وبنفرد ايه الواننا. هذا الأوراق، ولو بنطلعها من تحت الوردة بنفس الطريقة إن شاء الله هنشوف الأوراق دي وإحنا بنطلعها من تحت الورد. هنجيب ورد ونشوف الأوراق بنعملها إزاي حوالين الوردة بالطريقة السهلة دي برضو في الفيديو القادم بإذن الله. هذا 3 ورقات أهمت، والآخر هنحط باللون الفاتح برضو أهوت. الحته العاليه بنديها باللون الفاتح، ونحشي الاوت لاين اللي احنا عملناه بالنسبه لكل ورقه او الخطوط الخارجيه لكل ورقه اهو. وزي ما تعودنا وبنقول دايما بنختم بالايه باللون الغامق. نيجي برضو بعد الحتت اللي بهتت بنظهرها باللون الغامق، بس ده الاخر يعني، بعد ما نعمل كذا شكل من الايه من الاوراق. في الورقه دي مهمه جدا، شفت عملت الضربة الأولانية برضو اليم اليمين وبدأت ازاي، وعملت الإطار الخارجي بتاع الورقة وظلل، وفي النص بندي الخط الأولاني خالص اللي احنا شدناه بنكمله نقسم بالورقة اهوت، وبنظلل من ناحية الايه عكس الضوء، من ناحية عكس الضوء. شفت الناحية التانية نفس الضربة اليم الشمال اهوت، وبندي الاوت لاين بتاع الورقة ونقسم الورد الورقة، وندي الظل ايه عكس الضوء زي ما قلنا. الورقة لما انتنت من الوسط كده علت من الجنبين، لما ايوه شفت لما انتنت من النص اليد اليمين علا شوية فخد الظل ده، واليد الشمال علا ف التقى بالضوء. ودي ورقة تالتة برضو. شفت أهم شيء الضربة الأولانية اللي أنا بحدد بيها شاسيه الورقة عشان ما توش في اتجاه الورقة، أي اتجاه بقى عايز أخلي الورقة يمين شمال لفوق شوية لتحت شوية مفيش مشاكل. ونشوف الورقة الإيه الطويلة دي، ده نوع من أنواع الورق برضو اللي احنا بنعمله. خدنا ضربة يمين وادي الضربة الشمال برضو، اهم شيء الشاسيه اللي انا حاطه فيه، وبظلل الاطار اللي انا ايه حددته، الدايرة اللي انا حددتها. خد بالك من عايز اخلي ورقة متنية اليم هناك، هبطأ لك الكاميرا واكرر لك الحركة عشان تاخد بالك. شفت جت ازاي؟ نكررها تاني وتالت على البطيء اهو، شوف انتنت ليم هناك، واملى الايه الخطوط بتاعتك. عايز اتنيها ليم انا اهي، شفت كده انتنت ليم. نكررها تاني ونكررها تالت على البطيء ومن قريب، شفت اهو
كانت ازاي؟ من هنا ومن هنا، ترجع تظلل الحتة المدارية اللي ورا، ولسه هنحط عليها بالفاتح. هذا الورق، انت نت يمين وشمال وهناك وهنا، بتلعب بالاوراق زي ما انت عايز. شفت الورقة دي؟ هنتنها من الجنب، تنناها من الجنب اهو، سيبنا الحتة دي فاتحة كأنها انتنت من الجنب. ايه رأيك؟ ولسه لما نديلها اللون الفاتح دي هنخليها ملفوفة لفة كده. شفت؟ ادي اللفة بتاعتها، نكررها تاني، ادي اللفة تاني اهي. وهنشوف برضو، هجرب لك وانا بدي اللون الفاتح عشان نظهر اللفة دي اكتر. بتلف الاوراق زي ما انت عايز، اللي الناس اللي متابعاني على الصفحة الاوراق اللي بتتلف بنلفها ازاي بالطريقة دي، وبتكبر الورقة بتصغرها زي ما انت عايز. شفت؟ خدت الحرف بتاعها، السمك بتاعها فاتح ازاي بالاخضر فاتح، فظهرت معاك ملفوفة. وان شاء الله في الفيديو القادم الاوراق دي نعملها على ورد، كل اوراق نعملها على ورد الملائم ليها، ونحط على الورق دي قطرات المية زي بنجيب قطرات المية، ونعرف الحاجات دي واحدة واحدة في فيديوهات متفرقة علشان نعرف نستوعب. بعمل بالفاتح اهوت، طبعا ده شغل سريع وجميل. نشوف الفروع والعيدان بتاعت الورد. شوف، باخدها بضربات ما فيهاش ميوعة ولا انحناء، لا رايح واجوم منكسر مرة واحدة بالمسدس زي ما احنا شايفين كده. مجرب المسدس خالص وبدي عجل عجل كده، بتبان الفروع جميلة. وباجي في الأطراف وبدي إيه اللون فاتح شوية زي ما هنشوف مع بعض. ودي عندنا إيه، فيها انسيابية شوية الأوراق الطويلة دي، والأوراق اللي بتبقى زي براعم باللون الفاتح إزاي على طول مباشر صغيرة كده، فبتديك تشكيل في الأوراق، تشكيل جميل جدا. بتشكل زي ما أنت عايز، وتروح وتيجي بالورد والورق زي ما أنت عايز. هذا العيدان برضو بتاعتها رفيعة، وأوراقها حتى الصغيرة البراعم لائقة بنوع الورق، وهكذا. شفت الأوراق التانية دي؟ عملتها بالفتح الأول، التانيين كنت بعمل بالغامق الأول، دول عملتهم بالفتح الأول. ضربة يعني، أهم شيء أنت اتجاه الورقة تحدده من الأول وتشتغل عليه. وشوف هتنيها ازاي، هجرب لك الكاميرا. شوف، بدي حتة كده، باخد منها حتة جزئية كده وأغمك تحتها، فيبان إن دي إيه، متنية الورقة، متنية، ما يبقاش ورق وخلاص، لا الورق ساعات تبقى حتة ملفوفة حتة متنية حتة كذا. وبدي الأعواد بتاعتها أو الأعدام بتاعتها واحدة واحدة زي ما احنا شايفين كده. ونشوف الفروع التخينة هنعملها ازاي. في برضو الفروع التخينة، شفت بدلها الشاسية المبدئي باللون الظل ازاي، وبحدد من الناحية اللي هناك اهو، وبحدد من الناحية اللي هنا بخط ايه موازي مع الخط الاولاني اللي انا عملته، وبظلل من ناحية عكس اتجاه الضوء اهوت، وبالفاتح بعمل من الناحية التانية. وهنشوف ازاي بنطلع منها من العود نفسه الورق رايح وجاي يمين وشمال. شوف مع بعض. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. شفت العيدان اللي طالع الفروع الصغيره، وطالع من الفرع ده طبعا بدي الظل برضه في نفس الاتجاه، واطلع بورقة. شفت الورقة متنية ازاي؟ طلعت بالشاسية اللي انا بقولك عليه الاولاني، وبقوم اعمل الورقة. هذا الشاسية اهو،
واعمل ورقة وناحية في الناحية التانية اهي اهي، واغمج عليها باللون الغامق اهو، اكسرها من النص والظل عكس اتجاه الضوء زي ما اتفقنا، وهكذا بتلعب بقى بأوراقك وبعيدان الورق زي ما انت عايز، زي ما احنا شايفين بتروح وتيجي، وان شاء الله ننفذ الورق ده على ورد الفيديو الجاي. ورد برضو سهل وبسيط، هنعمله بسرعة مع بعض ونشوف هنطلع منه العيدان ازاي. مسدسين معك، ما فيش تالت يعني، بتفتح وتغمق بيه، الضوء والظل معاك، بتنور وتظلل فيظهر معاك، وتزود العيدان دي زي ما انت عايز، عيدان صغيرة كده، والفواصل بتاعت الورق بتزود الورقة اللي فوق ضوء شوية والورقة اللي تحت ظل شوية، فيحصل التباين اللي انت بتشوفه ده والجمال اللي احنا بنشوفه مع بعضه ساعة ما بتشوف الوردة في الآخر، بتفاجأ فيها، بتبقى جميلة. ممكن تعمل أوراق دي بالأحجام الكبيرة على الحوائط، تعمل بها أجمل الديكورات وأروع الديكورات بسهولة ويسر وبدون عناء. ونرجع ندهن اللوحة بتاعتنا تاني زي ما احنا متعودين، عشان الفيديو الجاي نشوفه احنا بنعمل الورد ونطلع الورق من تحته ازاي، وبنعمل عليه قطرات المية ازاي. وإلى أن نلتقي لكم مني أفضل يعني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.